في الوقت الذي تطالب فيه المرأة بالمساواة مع الرجل في الميراث وتقلد المناصب السياسية في مختلف دول الوطن العربي، ما زالت أسر يمنية كثيرة تمنع فتياتها من استخدام الهواتف المحمولة خشية التواصل مع الجنس الآخر. فالحصول على هاتف محمول في مناطق يمنية عدة بالنسبة للفتيات أمر محفوف بالمخاطر وقد تكون عواقبه خطيرة. مجتمع تحكمه عادات وتقاليد متشددة بحق المرأة على وجه التحديد، يعتبر أهله أن الهاتف المحمول يعرض البنات للعيب والوقوع في المحظور والخطأ، الأمر الذي يعتبره آخرون من الضفة الأخرى انتقاصا من عقل المرأة ومكانتها الطبيعية في المجتمع. قلما تجد في اليمن امرأة توافق على الظهور في شاشة التلفاز في الوقت الذي يمنعها أهلها من امتلاك الهاتف المحمول، لكن سميرة محسن وافقت على التصوير معنا في سبيل نقل معاناة واقع التسلط الذكوري في البلاد وبالذات في المناطق الريفية. يمكن لسميرة أن تؤدي رسالتها في التعليم والذهاب إلى مدرستها في صنعاء يومياً، لكنها غير مخولة بأن تحمل هاتف النقالة. تلك هي إحدى المفارقات الكبيرة في المجتمع التقليدي اليمني. اعتادت سميرة أن تحشر أحلامها وطموحاتها داخل جلبابها الأسود، وما زالت تحلم أن تقتني هاتفا محمولا تستعين بخدماته الكثيرة. عائلة سميرة منعتها من اقتنائه نزولا عند عادات المجتمع اليمني المحكوم بعادات وتقاليد متشددة بحق النساء. العادات والتقاليد اللي موجودة في مجتمعنا واللي تقيد الفتاة بعدة أمور، من بينها وأنا منهم طبعا عدم الحصول على تلفون خاصة اللي مع دراسة وعمل. في مجال عملي، في مجال دراستي عانيت الكثير بسبب عدم وجود التلفون، والتواصل مع الآخرين كان صعب جدا. لا تزال شريحة ليست قليلة من اليمنيين يمنعون فتياتهم من امتلاك هواتف محمولة، ولعل المبرر الأساسي في ذلك للحد من التواصل مع الرجال الذي يوفره الهاتف بكل يسر. تواصل يعد جريمة وقد تدفع الفتاة ثمنه غاليا ضمن ضوابط المجتمع وتقاليده. أنا معارض فكرة التليفونات تكون مع البنت أو مع الفتاة، نظرا للحوادث اللي حصلت والمصائب والعواقب اللي لحقت بها او باسرتها، وايضا بتشغلها عن مهامها الاسريه. امر منح الفتاه الثقه في استخدام الهاتف المحمول ومسايره التكنولوجيا الحديثه لا زال مهزوزا في المجتمع اليمني، وما زال البعض يعتقد ان التساهل مع المراه في اقتناء الهاتف المحمول قد يغرقها في اتون التلوث الالكتروني الذي يصعب معرفة حدود تأثيراته الاجتماعية. نبيل اليوسفي، العربي، صنعاء. وللإضاءة على هذه القضية تنضم إلينا من صنعاء مايا العبسي، ناشطة نسوية يمنية. مساء الخير مايا وأهلا بك إلى هذا المحور. يعني من الصعب تخيل أنه في العام 2019 نناقش موضوع عدم طبعا حق المرأة في امتلاك هاتف محمول. اليوم بات الهاتف المحمول أيضا عنصر أمان إن كان للمرأة أو الرجل، فكيف في بلد كاليمن يعاني ما يعانيه من صراعات وأزمات ألا تكون الأولوية لأمن وأمان الفتيات؟ في البداية تحياتي لك ولكل طاقم برنامج شبابيك وللزميل أيضا نبيل اليوسفي الذي أشرف على هذا التقرير. حقيقة قبل أن أدخل في هذا الإطار أو قبل الإجابة على هذا السؤال، أود أن أنوه إلى شيء بسيط فقط، هو أنه لسنا بهذه الصورة الكبيرة التي يمنع فيها أحيانا المرأة من اقتناء هاتف. نعم، نؤكد أنه في بعض المناطق كالأرياف كالقرى ربما يتعرضن بعض الفتيات للإجحاف من منعهن من ممارسة حياتهن الخاصة تحديدا في امتلاك الهاتف النقال، لكن لسنا بهذه الدرجة الكبيرة التي قد تمنع الأغلبية، خصوصا أن المرأة في اليمن أصبح لها بصمة واضحة جدا في نطاق تطوير المجتمع، في نطاق العمل، في كافة المجالات الموجودة فيه.
ربما قد نطرح سؤال واحد لهؤلاء الذين يمنعون فتياتهم أو بناتهم من عدم استخدام الهاتف الجوال، ألا تثق بابنتك أو زوجتك أو قريبتك التي أخرجتها إلى الدراسة إلى العمل؟ ألا تثق بها بتواصلها مع الآخرين؟ هل تعتقد فقط أن الهاتف النقال هو الذي قد يكون حاجزاً معيناً يمنعها من التواصل مع الآخرين؟ وإن تواصلت معهم أي يعقل أنها ستتواصل في شيء خاطئ؟ ربما نمطية بعض الأفكار التي تفتقر إلى الوعي الاجتماعي الوعي الإعلامي ربما هي التي تؤثر بدرجة أو بأخرى في هذا المجال. نعم، لكن ما يعني بالتأكيد نحن ضد أي حالة من التعميم والتنميط، ونحن بهمنا طبعا أن تصل المعلومة بدقة وألا تظلم عائلات كثيرة ربما تبيح لبناتها امتلاك هاتف محمول. لكن أنت كناشطة نسوية، يعني اليوم ربما الهاتف المحمول هو تفصيل صغير مما تعانيه المرأة اليمنية من استلاب لحقوقها. خصصنا حلقات كثيرة للحديث عن الزواج المبكر، عن انتهاك حقوقها في التعليم، في متابعة دراستها، في العمل. حضرتك كناشطة نسوية، ما هي الجهود التي تبذل في هذا المجال؟ بالنسبة لي شخصيا أو بالنسبة لمجالات عملي مع زملاء وزميلات آخرين، سواء كان في مجال النشاط الاجتماعي أو حتى في مجال الإعلام الذي تخصصت فيه، كان هناك مجموعة من الدورات التوعوية أو الإرشادات الخاصة التي تقدم لأولياء الأمور، تقدم للأسر على مستوى خاص أو حتى على مستوى عام، في كيفية إعطاء المرأة حقها في الحياة، حقها في التعليم، حقها في ممارسة أشيائها الخاصة، كونها امرأة تتساوى مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات. لا يعني أن تعطي المرأة حقها في التعليم أو حتى في العمل أن تمنعها من اقتناء هاتف جوال، هذه تعتبر جريمة كبيرة جدا. بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الدورات التي تخص المرأة نفسها في كيفية، لا نقول ربما فرض رأيها بطريقة تشنجية خصوصا مع المجتمع اليمني، وإنما بطريقة خاصة كيف تتعامل مع أسرتها مع أهلها، كيف توصلهم إلى طريقة معينة تخبرهم بها أنني أستطيع أن أحافظ على نفسي بهاتف أو بدون هاتف، بعمل أو بدون عمل، بتعليم أو بدون تعليم. المرأة اليمنية تحتاج إلى أن تكون أيضا ذات شخصية قوية تبرز فيها نمط حياتها باختلاف المجالات التي تتعامل معها. ربما نستطيع الآن أن نقول حتى أن الأطفال أحيانا في بعض المناطق خاصة تحديدا في الأرياف قد يمتلكون الهاتف الجوال، والأطفال الذكور، بينما المرأة كما شاهدنا في التقرير وقد تكون مدرسة إلا أنها تمنع من استخدام الهاتف الجوال، وهذا يسبب جهدا كبيرا ومسؤولية كبيرة أيضا على عاتقها في فرض رأيها، لكن بطريقة دبلوماسية تستطيع التعامل بها مع المجتمع المحيط بها. نعم، مايا، من الجميل طبعا تنظيم دورات كهذه توعوية وربما حلقات نقاش حيث يتم تداول كل هذه الأفكار وتعريف المرأة بحقوقها، لكن في نهاية المطاف ما هي السبل لحماية المرأة من عواقب هذه الحرية؟ يعني يقال أيضا أن المرأة الجامعية مثلا غير مرغوبة للزواج، يعني الرجل يخاف الارتباط من المرأة الجامعية في اليمن. إذا كان الرجل يخاف من الارتباط من المرأة الجامعية في اليمن فهذا عائد على شخصيته، لأنه قد يعتقد أن المرأة الجامعية كلما امتلكت وسائل تفتح علمية وذهنية واجتماعية ربما قد تعارض في آراء كثيرة. لا يدرك الرجل أن المرأة الجامعية كما خرجت إلى الجامعة وتعلمت فإنها تبني نفسها وبالتالي أسرتها والمجتمع الذي تعيش فيه. ربما ينقصنا وجود نقابات نسائية متخصصة في هذا المجال بحيث يكون المجهود أكبر من كونه مجرد دورات تدريبية. ربما ينقصنا أيضا وعي وتركيز إعلامي من مختلف القنوات اليمنية الموجودة في اليمن على مستوى الإذاعة أو الراديو. ربما أيضا ينقصنا مثل ما قلت لك النزول الميداني إلى الأسر أو العائلات التي لا يصلها المجال الإعلامي. ربما في اليمن مجموعة من القرى والأرياف لم تصلها حتى الآن مجالات التلفاز، تصوري معي، أو حتى الراديو ربما لا يصل إليها، فبالتالي كيف سيكون لديهم وعي بأهمية امتلاك المرأة للهاتف وغير ذلك؟ نعم مايا، يعني يقال للأسف أنه الحروب والأزمات ربما تغير شيئا في واقع الأمر، وربما يعني من حيث
لا ندري ولا نشاء طبعا مع كل هذه الحروب والصراعات والضحايا، لكن ربما يتحسن وضع المرأة مثلا. في اليمن حصل العكس، كأنه لأنه التقارير تفيد بأنه السنوات الماضية كانت الأكثر يعني قهرا وظلما للمرأة من الرجل، صحيح؟ صحيح، خصوصا أن هناك نسبة إحصائيات كبيرة تعرضت المرأة فيها للتعنيف بشكل كبير جدا، سواء كان على مستوى التعريف الأسري الذي تتلقاه من أسرتها أو التعنيف الزوجي الذي قد تتلقاه من الرجل، أو حتى على مستوى التعنيف الاجتماعي. اضطرت المرأة في السنوات الأخيرة للخروج للعمل تحت ظروف قاهرة لم تكن تستطيع الخروج إليها من قبل. ربما المرأة التي لم تكن تعرف كيف تخرج إلى مجال العمل وتتعامل معه أرادت أن تخرج إليه أثناء فترة الحرب، وبالتالي لم تجد ذلك الحق من الاهتمام من الرعاية. ربما قد تجد استنقاص أيضا في بعض المجالات، مما يؤدي إلى عدم ثقتها بنفسها وعدم أيضا أخذ الطريقة الصحيحة التي كانت تتوقع بها أن تأخذ بها، سواء من كلمة شكر أو حتى إثبات ذات. ولكن تبقى المرأة اليمنية قوية وتبقى قادرة على أن تصل إلى الشيء الذي تريده طالما أرادت أن تصل إلى ذلك. نعم، مايا العبسي الناشطة النسوية اليمنية كنت معنا من صنعاء، ونتمنى أن يكون طبعا لكلامك الجميل والمنطقي والعلمي آذان صاغية. شكرا جزيلا لك. نذهب الآن إلى زميلة رانيا الدريدي ومعلومات حول حقوق المرأة اليمنية، ثم نعود لنستكمل هذا النقاش. كان للمرأة اليمنية حضور بارز في يوميات الثورة عام 2011، وكانت حفيدات سبأ مشاركات بقوة في المظاهرات وساحات الاعتصام وناشطات ومتطوعات في المستشفيات الميدانية، وكنا أيضا ضمن قوائم الشهداء والجرحى وممن تعرضن للاعتقال. لكن تلك الثورة التي أملتها المرأة اليمنية نقلة تاريخية في واقعها وأن تتوج بمنحها حقوقها كاملة لم تصل بعد إلى المحطة المنشودة، بل عصفت بها الخلافات والصراعات الداخلية والحروب وأطماع دول الجوار. في ظل هذه الظروف التي يغيب فيها القانون ترتفع معها وتيرة العنف ضد النساء في اليمن وخاصة في المجتمعات النائية، وتتعدد أشكال العنف فتنتهك حقوقها وتسلب كالتعليم والعمل والمساواة في العديد من الحقوق. وتواجه المرأة اليمنية تحديات كثيرة، منها حرمانها من التعليم، حيث تصل نسبة الأمية إلى نحو 35% بحسب المنظمة العربية للتربية والتعليم الأليسكو. زواج القاصرات من الآفات الاجتماعية المنتشرة في البلاد، فاليمن من الدول التي ترتفع فيها نسب زواج القاصرات لتصل إلى 32%. وكشفت دراسة لمركز الرصد والحماية في منظمة سياج للطفولة أن ما لا يقل عن 60% من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل بلوغ سن 18، في حين تتزوج أخريات قبل بلوغهن سن 15 بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40%. في عام 2017 كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير له عن نحو 10,000 بلاغ حول قضايا عنف ضد النساء في اليمن خلال عام 2016، وشملت هذه البلاغات حالات اغتصاب وعنف منزلي وزواج قاصرات وزواج بالإكراه وإيذاء بدني ونفسي والعديد من أشكال العنف الأخرى ضد النساء والفتيات. التقرير يوضح أيضا أن تعطل آليات الحماية الاجتماعية والقانونية في اليمن زاد بشكل كبير من تعرض النساء والفتيات للعنف، مضيفا أن حوادث العنف التي تستهدف النساء زادت بنسبة 63% في العامين الماضيين. شكرا للزميلة رانيا على هذه المعلومات المفيدة. وينضم إلينا أيضا من صنعاء لاستكمال هذا النقاش الدكتور عادل الشرجبي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء. مساء الخير دكتور عادل وأهلا بك. إذا كما استمعنا إلى ما ورد طبعا في تقرير الزميلة رانيا، الثورة دفعت ثمنها المرأة مثلها مثل الرجل، كانت المتظاهرة والمعتقلة والشهيدة والمعيلة طبعا لأسرتها بعد فقدان المعيل، ومع ذلك لم تتمكن من أن تثور على الواقع الظالم لحقوقها والمنتقص طبعا من حقوقها الطبيعية. لماذا برأيك؟
لأن الثورات العربية عموما وليس في اليمن اصطدمت بقوى تقليدية لم تستوعب بعد معنى الثورة، واعتقدت أن الثورة هي مجرد تغيير الحاكم وتفكير انقلابي أكثر منه ثوري. الثورة هي ثورة اجتماعية وسياسية شاملة تشمل المجال الثقافي والاجتماعي، لكن للأسف الشديد نحن نتراجع. كنا قد حققنا بعد ثورة سبتمبر 1962 في اليمن نقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة، واستطاعت المرأة أن تحصل على كثير من الحقوق في المجال العام والمجال الخاص، ولكنها تراجعت منذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بفعل تقريبا أحداث في المنطقة. ينبغي أن لا نعالج أوضاع المرأة في اليمن دون معالجة أوضاع المجتمع اليمني بشكل عام والأوضاع في المنطقة بشكل عام. فهناك تراجع بدأت ما طرح بالصحوة والهوية العربية والإسلامية في اليمن في بداية الثمانينات، وبالتالي كان التركيز فقط على قضايا المرأة باعتبار المرأة هي المؤشر لمدى الحداثة أو عدم الحداثة. فبالتالي أعتقد أن كثير من القوى الاجتماعية ما في ذلك حتى بعض القوى الحديثة لا تؤمن بحقوق المرأة، ونظرت إلى الثورة باعتبارها مجرد فقط إبعاد النخبة الحاكمة واستبدالها بنخبة أخرى وكلاهما ذكورية. فبالتالي المرأة ظلت مهمشة رغم المساهمات الكبيرة التي ساهمت بها في المجال الثوري وفي مجال التغيير بشكل عام. دكتور عادل، يعني الانتخابات كأستاذ في علم الاجتماع، يعني عندما يقال أن المجتمع والعادات والتقاليد أقوى من أي شيء، من هو المجتمع برأيك بهذا المعنى اليوم في اليمن؟ من هو المجتمع؟ وهل من سبيل طبعا للحد من سطوته؟ هل ثمة قوانين مثلا تفيد في الحد من سطوته؟ عموما أنا أعتقد أولا أنه أن نرمي كل شيء على المجتمع والثقافة أمر فيه قدر كبير من المبالغة. لابد أيضا من تحليل الجانب السياسي وتأثير السياسة على حقوق المرأة. سأعطي مثال. الثقافة والمجتمع في اليمن في الستينات والسبعينات كان يعطي المرأة كثير من حقوقها. أنا أتذكر عندما كنا طلابا في جامعة صنعاء في مطلع الثمانينات ابتداء من عام 80 وحتى منتصف الثمانينيات، كانت لا توجد سوى قليل من النساء من الطالبات يرتدين النقاب. أيضا كانت كل بطائق الهوية الجامعية للطالبات بصورهن، الآن لا توجد طالبة تضع صورتها على بطاقة الهوية. كانت النساء يحضرن ملعب الشهداء في تعز لمشاهدة المباريات الرياضية. كنا يرتدن المقاهي النساء في الستينات والسبعينات، وحدثت الردة من الثمانينات ليس بفعل المجتمع والثقافة. المجتمع والثقافة يمنحان المرأة حقوقها، ولكن بفعل السياسة، وجود طبقة من رجال الدين الذين يحاولون إعاقة التغيير الاجتماعي والسياسي لصالح الحاكم. نعم. وهذه ربما انتقلت علينا من مجتمعات مجاورة في الجزيرة العربية، فبالتالي أنا أعتقد أن نرميها على الثقافة، لكن هو جزء من المجتمع تأثر بهذه الدعايات وبهذه الثقافة الوافدة التي تنتقص حقوق المرأة. أما الثقافة اليمنية الأصيلة فأنا أعتقد أنها تعطي المرأة كثير من حقوقها، وكذا الأمر في الوطن العربي. نعم. لا نلاحظ الردة فقط في اليمن ولكن في مجتمعات نعم كثيرة. نعم دكتور عادل، يعني فكرتك الثمانينات وزارها الآن في 2015 أو 2016. نعم. يجد فرق. نعم فكرتك هذه طبعا محقة و يعني ملاحظة فعلا في كثير من بلدان الوطن العربي وتستحق الكثير من الدراسات، لكنك تتحدث هنا عن عقود من الزمن مرت وهناك سيطرة لهذه الأنظمة السياسية الدكتاتورية من جهة، ولرجال الدين طبعا الذين يروجون للحاكم ويروجون للأفكار الخاطئة. بعد هذه العقود ما هي نقطة البداية لتغيير ما برأيك؟ نقطة البداية أن تمتلك القوى الحديثة آليات إيصال أصواتها إلى المواطنين. نحن نرى أن
معظم القنوات الفضائية تسيطر عليها القوى التي تعيق التقدم. عندما تشاهد القنوات الفضائية التي تنتقص من حقوق المرأة فهي كثيرة، في مقابل القنوات الفضائية التي تناصر قضايا حقوق المرأة محدودة وقليلة. فبداية لابد من امتلاك وسائل الوصول إلى الجمهور والوصول إلى الرأي العام وكيف نغيره. اثنين، أيضا لابد من تنظيم الجهود القوى الاجتماعية الحديثة والشبابية. الثورات العربية قام بها الشباب، وقام بها الذين يريدون التغيير الاجتماعي وليس فقط التغيير السياسي، ولكن القوى التقليدية كانت تمتلك المال والتنظيم ووسائل الإعلام واستطاعت أن تسرق ثوراتهم. وبالتالي أنا أرى أنه على الشباب والقوى الحديثة أن تفكر في كيف يمكن أن تمتلك هذه الموارد التي من شأنها أن تقوي وجودها الاجتماعي وتقوي إمكانيتها في الوصول إلى الرأي العام وتغيير القيم والثقافة الاجتماعية. دكتور عادل، عبر دكتور عادل، أتمنى أن تبقى معنا تتيح لهم الوصول إلى الجمهور. أتمنى أن تبقى معنا لو سمحت. نتابع الآن، طبعا كاميرا العربي تجولت في اليمن وسألت بعض المواطنين عن رأيهم في منع النساء من استخدام الهواتف المحمولة. نستمع إذن إلى آرائهم ثم نعود لاستكمال النقاش. وجهة نظري والله شيء يعني يعتمد طبعا على العادة والتقاليد حقهم، ويعتمدوا على عادتهم وتقاليدهم. يعني أعتقد أنه ما في بوش حاجة إذا كان استخدام ضمن الإطار والأخلاق العامة للبنت، يعني ما تنحرف باستخدام التلفون فما فيش حاجة، عادي. يعني كطلاب إحنا عاديين، إذا كانت البنت كطالبة أصبح حياتنا كلها دراسية كلها داخل التلفون، يعني كتب، مستندات، PDF، فيديوهات، رسائل، تواصل مع دكاتير، يعني أصبح التلفون شيء ضروري. أنا ضد الشيء هذا، إنه البنت تمنع من التلفون، خاصة إن إحنا يعني بالقرن 21. إنه مثلا من ناحية التعليم، الكتب الإلكترونية، الفيديوهات، اليوتيوب، كل شيء متاح يعني عن طريق التلفون. هي أصلا الثقة، وكمان العادات والتقاليد هي التي تحدد لك يعني موقف الأهل يعني على البنت، إنه يقبل لا أو لا. إنه يكون في توعية للأسر هذه، إنه ضروري الشيء هذا، ضروري مكمل من مكملات الحياة، شيء روتيني. طبعا إحنا كأسرة يمنية في انغلاق في بعض الأسر، فقد تكون عادة التقاليد بالنسبة للأسرة نفسها إنها تمنع البنت من التليفون. أما بالنسبة لنا كطلاب جامعيين صارت ضرورية جدا، يعني ممكن إنه ما حدا يتحرك إلا في تليفون ضروري، يعني إما قد يكون تواصل، قد يكون أبحاث، كأن إحنا ندخل على النت بشكل متواصل، دراستنا كامل كمان اضطر كله بالنت. دكتور عادل، إذا استمعنا إلى هذه الآراء حول استخدام الهاتف المحمول، وكنا قد بدأنا النقاش طبعا بهذا الموضوع من أنه ممنوع في كثير من الأسر للفتيات وحكر على الرجال. سؤال، يعني تحدثنا قبل هذا الفاصل عن كيفية أحداث تغيير ما ونقطة البداية، وتحدثت أنت عن توعية طبعا الجيل الجديد خاصة جيل الثورات العربية في ظل غياب منظرين لهذه الثورات ربما فكريا. برأيك هل الجهود الفردية كافية؟ يعني مثل حضرتك اليوم تتحدث عن رأيك بصراحة على شاشة تلفزيون عربي، هل هذا كاف أم أنه نحن بحاجة إلى تغيير جذري في المؤسسات ربما الثقافية، السياسية، الاجتماعية؟ أنا أعتقد أن الجهدين متكاملين، وأن كنت أرى أن الجهود الفردية لا يمكن أن تؤتي ثمارها. بمعنى أنه عندما تقوم جمعية صغيرة بالتوعية، تجمع في غرفة 10 نساء أو 20 امرأة أو 20 رجل لتطرح لهم محاضرة أو تعرض عليهم فيلم حول حقوق المرأة، هذا الأمر لا يكفي في مجتمع مكون من حوالي أكثر من 30 مليون نسمة. المسألة بحاجة إلى
أولا توجهات السلطة وإلى البرامج الجماهيرية في وسائل في 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 وسائل الإعلام الرسمية التابعة للدولة. هذا أمر مهم، وتوجهات المجتمع. الدولة دائما قاطرة والناس يتوجه بالتوجهات التي ترسمها الدولة غالبا. لو قارنا نحن بما كان عليها الأمر في ظل حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بمعنى الدولة ذات التوجهات التقدمية في جنوب اليمن قبل الوحدة، سنجد أن المرأة حصلت على كثير من حقوقها سواء عبر القانون أو عبر الثقافة المجتمعية التي سادت. عندما يرى الناس توجهات الدولة مع قضايا المرأة وحقوق المرأة يعطوا المرأة حقوقها أيضا. القانون دكتور عادل الشرشبي أستاذ علم الاجتماع في جامعة يمنع تزويج الفتاة أقل من 18 سنة. جزيلا لك. فاصل أول مشاهدينا، تتابعونا بعدها أهم شغلة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وأهم الأفلام التي شاركت في الدورة الرابعة لمهرجان أفلام الهجرة وحقوق الإنسان في بيروت في شباك الفنون.